الرئيس المدير السابق اسكاستويلت كرئيس سابق، تطمح رئيس يدحمله؟ لا لا لا، اه جملة. عدلت زي هذه مصيبة مسكينة. بقى نواصل نحكي يا سيد احمد على فترتك في الوزاره. من الحاجات تقريبا يشد الانتباه وقتها القضيه نتاع حل المكتب الجامعي نتاع الرياضات الالكترونيه، والكلام برشا تقال نستحضر حتى تدوينه كانت على فيسبوك شهيره للمحامي علي عباس لما حتى شبهات فساد وقتها. فسرنا شنو صار وقتها، شنو هي الضحكه الجامعة بالسياق؟ هذه، الرياضات الإلكترونية، اي فما سبورتس تونس هكا. اي الاي سبورتس، هذه من أهم الرياضات تو في العالم، وبالطبع في تونس. تونس من أهم الدول في منطقة العالم العربي والشرق الأوسط اللي فيها عدد كبير من الشباب اللي يمارسوا الرياضة هذه، يعني عددهم لا يقل عن الآن يمكن نقولوا حتى مليون شاب تونسي معناها يمارسوا الرياضة. معناها لما كنت في وظيفة كاتب الدولة كنت قدمت مساعدات جدية للمكتب أو الهيئة التأسيسية للجامعة هذه، لازمنا نعرفه، اللي هو ماهوش هيكل منتخب، هو هيئة تأسيسية. وأصلا جبناهم وناديت الإداريين في الإدارة العامة للرياضة باش يفهموا شنو هو السبور هذايا، وساعدناهم وحتى خصصنا لهم ميزانية، ولكن في النهاية هم ما تقدموش في العمل متاعهم. هذه رياضة فيها تقريبا كما قلت لك يعني قرابة اما مليون مش كانوا هم مليون برشا كجماعات ما همش عاملين جلسة العامة إيه الانتخابية نتاعهم، علاش تم لا لا التعامل معاهم هو مش فقط؟ لأنه جلسة عامة انتخابية، هاتوا نحكي كمل المثال. مسألة جزئية، يعني جلسة عامة انتخابية وإن كانت مهمة، أولا تم إقصاء أغلب الجمعيات، وتم فرض شروط يعني مجحفة على الجمعيات باش تولي منخرطة في الجامعة، ولذلك ما كان عندهم كان 12 جمعية، بينما أنت عندك على الأقل مليون معناها ممارس للرياضة هذه. ثانيا كان ثم تناقض أو تضارب مصالح واضح بين الأستاذ أو الشخص اللي كان يرأس الجامعة هذه، وبين أنه هو كان يرأس جامعة وعنده شركة البزنس متاعها هو النشاط الرياضي متاع الجامعة هذه. تضارب مصالح معناها. واضح، هذه واضح، بل اصلا هو كان يسافر وقدم نفسه على اساس هذين الصفتين، ولذلك كان ما كانش ممكن انه يواصل في المهمه هذيك. قلنا له تغادر، تقدم نفسك بعديك للانتخابات، ما عاقبناش في شخصه، لانه تطبيق الفصل 21 من تبعاته هو انه المكتب الجامعي السابق بما انه تعرض لعقوبه رياضيه ما ي واللي ما عادش عنده حق يترشح. فنحن كنا يخرج نفتح الباب للناس الكل باش تنخرط، ويتفضل هو والفريق نتاعو يرشحوا انفسهم للانتخابات اللي بعدها. الحديث عن تضارب المصالح فيما يخص شخصي المتواضع مرتبط في انه ابني هو من ابطال علي قالوا علي قعلولي، هو من ابطال الرياضة هذه، فمانيش عارف بأي معنى هو انتفع ولا أصلا شنو دخله هو. الحقيقة لما غادر تونس أصبح معناها ما شاء الله عليه، هو الآن يعني عايش في بريطانيا عنده أكثر من سنة، ويدرب العديد من الفرق معناها في العديد من دول العالم العربي، ويدرب الكثير من الشباب في الرياضة هذه. نحن اللي عملناه وقتها هو في سيد احمد مرحلة الكوفيد، دخل معانا وقتها، اتذكر رئيس الجامعه وقتها المكتب الجامعي المنحل وقال انكم عملتوا الديسيزيون هذا في اطار سياسه تكميم الافواه، باعتبار انهم رفضوا انه وديع الجري ديما نرجعوا له بالطبيعه. لا ما عندوش هو كان شيخ يمشي يعمل ينظم المسابقات في الرياضات هذه، هو رفض وبعث احتجاج للوزاره، فانتم عاقبتوه. لا مش صحيح، مش صحيح حقيقة، هاوش نبين لك علاش، حتى قانونيا مش صحيح. أولا فما الجامعة التونسية لكرة القدم اللي نحن وقتها نظمنا تظاهرة رياضية إلكترونية، والحمد لله كانت في تقديري ناجحة نظرا لعدد المشاركين فيها. بالنسبة للفيفا، فيفا 2021 ولا 2020، اولا في القانون الفيفا تحتكر لنفسها حقوق تنظيم تظاهرات حتى الالكترونيه في الاختصاص هذاك اللي جو فيفا، فما تنجمش يجيه اي هيكل رياضي اخر يعمل الاورجانيز معناها تورنوا في الجو فيفا بدون التنسيق مع الفيفا. اذا ابتداء ما ثماش يعني هي الجامعة مش كان فيفا،
لا 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 البلاغه اللي هبطته وقتها ما فيش كان فيفا لا في لا كل شيء. اسمع نمشيو خطوه خطوه انت فعلا معك مسج معناها التدخل الجامعه التونسيه لكره القدم وما احتجش وما جاتنيش مراسله فيها احتجاج انا من عند الجامعه ونجم يحب يرجع للارشيف نتاع الوزاره يجيب لي مراسله فيها احتجاج من الجامعه التونسيه لكره القدم بخصوص الوحده هذيك ما تمتش هذيا. بالعكس نحن طلبنا منها انها تشارك واتصلت بمجموعه من الجامعات الاخرى طلبت منهم اللي عندهم فيلير الكترونيك باش هما زادا يدخلوا لانه يعني حبينا ان النشاط هذايا يساعد كما سباق السيارات الى غير ذلك. فاذا لا علاقه للجامعه التونسيه ولا سي وديع الجري ولا اي من منتسبي جامعه كره القدم بملف الهيئه التاسيسيه للجامعه التونسيه للالعاب الالكترونيه. بعد ما خرجت بنسبة قديش غذي على روحك واللي قدمته في الوزارة؟ بعد بنسبة قديش معناها بعد ما خرجت وغادرت الوزارة؟ أي. بنسبة قديش غذي على العمل متاعك؟ أنا قلت لك شنو الحاجات اللي راضي عليها، معناها أنا بذل جهدي، بذل جهدي معناها بذل جهد الحمد لله يعني مش قليل. كان ثم برشا آفاق. قلت لك من الحاجات اللي نعتز بها مثلا المستشفى الميداني وبرشا حاجات ما نجمناش نعملوها، أربع شهور ونص. مش واحد ما يتخيلش برشا المرور بالوزاره هذه. قداش راضي انا ضميري مرتاح الحمد لله يعني. بعد ما خرجت وصلت تخدم على قانون الهياكل وقدمت وقتها في مجلس النواب، فيه تجاوز صلاحيات شويه ولا لا؟ ختم تشوف من صلاحيات الوزاره ولا لا؟ على كل حال من صلاحيات لم يمنع احد الوزاره ان تقدم مشروع اي قانون لمجلس النواب. ما فيش ثم النص اللي قدمته لا علاقة له بما تم إنجازه والتقدم في إنجازه في وزارة الشباب والرياضة. نص آخر. نص قريب. في الآخر هذاك أنا مسؤول عليه، النص اللي قدمته هذاك أنا مسؤول عليه، النص اللي كان تشتغل عليه الإدارة وكل شيء هم مسؤولين عنه، ما ثماش حتى حد يمنحهم ولا منعهم بعد ذلك انهم يتقدموا بمبادره للوح. انا كان ثم مبادره ما خدمتهاش وحدي تم تقديمها لمجموعه من الكتل في البرلمان وقبلوا قدموها في كل حالات معناها هي تو الله اعلم عليها فينها يعني البرلمان ما عادش موجود بالتالي ما تصورش انه باش تقدم فيه مشاريع ولكنه كان يجب اخراج المشروع هذاك اللي بدا يتم الشغل عليه مشروع قانون هياكل من 2012 كان لازم يخرج من معناها من الدرج هذاك ويخرج من البيروقراطية وتتقدم. أما باش نقعدوا نحن اقعد استنى واللي يجي حسب روحه باش يبدا من جديد معناها ما احناش باش نتقدم.